المعركة مستمرة حتى دح هذا العدو نهائياً. وأنا برسل رسالة اليوم لهؤلاء المتمردين ومن عاونهم، قالوا نحن ما حنضع السلاح إلا تنتهوا أو تطلع من البلد. ونحن ماشيين عليكم وجايينكم، فأفضل أنكم تخبطوا السلاح، تسمعوا صوت العقل وتطلعوا. أطلعوا من الجزيرة، أطلعوا من الخرطوم، أقعدوا برا. كان عندكم كلام ثاني تعالوا تكلموا، لكن أنتم قاعدين في بيوت الناس محتلين الجزيرة ومحتلين الجنين ومحتلين زالني، وتنهب وتقتل وتسرقوا، إحنا ما عندنا معكم كلام. كلام انتهى، معركة بعد نهايتها نجي ثاني نشوف اللي بيحصل سنة إن شاء الله.